خلينا نشوف ماذا سوف تفعل هذه البنت في هذا الفيديو. هذا شو هذا اللي حطته على اصبعها؟ مش كل لاعبين فري فاير بيلعبوا اللعبه بشكل طبيعي زينا عادي، يعني بيمسك التليفون وبيلعب باصبعين وخلص. لا، انا اليوم اكتشفت انه في لاعبين جايين من كوكب ثاني غير كوكبنا. واحد بيلعب فري فاير بخمسه اصابع، واحد بيلعب فري فاير برجليه، وواحد بيلعب فري فاير اصلا مش موجوده في اللعبه نفسها. ما بدي اطول عليكم المقدمه ولا بدي احرق لكم الفيديو، فاصدقائي وصديقاتي في كل مكان وفي اي زمان، انه علي عمر ملك حرق الحاضنات بدون بطاقات ائتمان. ليتس جو، خلينا نتفرج على لاعبين فري فاير من كوكب اخر. اول فيديو راح نشوفه معنا هو فيديو هذا الشخص اللي بيقول انه جرب لعبة فري فاير على بلاي ستيشن 5، فطبعا هو حاليا قاعد بيورينا اللعبة كيف شكلها بيكون على البلاي ستيشن 5. مستحيل يكون في هيك اشي بصراحة، يعني مستحيل اصلا لعبة جارينا تعمل جرافيك اسطوري مثل هاي. والله لا، الخريطة جارينا وقاعد بيلعبها كمان على الدراع تبع البلاي ستيشن. جماعة الخير، سكنات فري فاير، والله سكنات فري فاير، والقلاية تبع فري فاير، شنطة فري فاير، كل شيء فري فاير، الاسلحة فري فاير، عطاها شوت كمان والخريطة. لا والله مستحيل، هذه لعبة، هذه بتوقع لعبة جي تي اي، ف بتوقع لعبة جي تي اي هو ضايف عليها سكنات فري فاير وهيك شيء، لأنه مستحيل تكون لعبة فري فاير. يعني ركزوا معي حتى شوفوا الحركة تبع اللاعب، هي نفس الحركة تبع لعبة جي تي اي. ف لا لا مش فري، والله لو فري فاير هيك على البلاي ستيشن 5 خلص انا راح اصير العب فري فاير على البلاي ستيشن 5. في الفيديو اللي بعده راح نشوف مع بعض عندنا شخص بيلعب لعبه فري فاير باصبع واحد. يا جماعه الخير، بس باصبع واحد، بتوقع هو حرام عنده ايده الثانيه مقطوعه وما بعرف شو فيها. ف والله لعبه حلوه، يعني شوف، يعني بالنسبه لشخص بيلعب فري فاير باصبع واحد والله يعتبر شيء رهيب، بيجيب هدات وشوفوا كيف ببدل الاسلحه وبشيل السلاح من ايده وبيركض ويلي على الوان طبات. وعلى فكرة اللقطات يعني ثلاث وان طبات جابهم ورا بعض، والله اشي رهيب، والله بحب ادعم الناس اللي هيك. انا يا جماعة عن جد بالنسبة لشخص بيلعب اصبع واحد فقط فاشي رهيب والله. هذا الشخص بيلعب هان هاند كام، بيلعب بخمس اصابع، بيلعب فري فاير بخمس اصابع، والله لعبه رهيب. راح تشوفوا، انا شايف لعبه قبل هيك. هذا الشخص كثير بيعتمد على سكوب في لعبه، فركزوا معي شوفوا كيف بيعمل بسكوب. شوفوا رهيب يا جماعة الخير، والله رهيب. يعني ركزوا معي انه هو لعبه عبارة انه هو لما بيدخل فايت بيفتح سكوب وبيحاول يجيب سكوب يحطه على راس الخصمه. شوفوا كيف، شوفوا كم هيت اعطاه براسه. هذه اللقطة عادها مرة ثانية، اوكي فكرته اعطاه مليون هيد وما مات. يعني عن جد لعب رهيب، هذا اعطاه ونطب الايجل، وهذا شوفوا سكوب يا رجل، والله والله اشي رهيب. شوفوا سكوب، شوفوا سكوب، تحسوا كأنه انبوت كيف بيلحق اللاعب. شوفوا الوطب، والله على السرعة، والله عن جد الناس اللي بتلعب هيك بأربع أصابع وبخمس أصابع، أنا بقول هذا الشخص أخطبوط مش شخص عادي، يعني هذا عبارة عن أخطبوط قاعد بيلعب. إجا إشعار، إجا إشعار، إجا إشعار، خرب، والله بعد الإشعار عطل وانطب. ذاك كان يلعب ثلاثة أصابع أو أربعة، هذا بيلعب بخمس أصابع يا جماعة، هذا بيلعب بخمس أصابع. شوف طبعا حاليا هو قاعد بيورينا لقطات الريكورد اللي هو عامله، وبعدها راح يورينا هاند كام، راح يورينا كيف هو بيلعب. اخطبوط والله اخطبوط، ابلع على الون طب. الان راح يورينا هو الهاند كام، شوف 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 شوف. ابلع والله شيء رهيب. هذا بيقول طاغي صاحبك قول له كلب يلعب خير منك. كلب بيلعب فري فاير. والله على الحركة، شفتوا كيف رفع الايم؟ طبعا الفيديو مركب اكيد يعني. بس تخيلوا معي، تخيلوا معي عن جد انه في كلب هيك بيلعب فري فاير، و عن جد لازم تعمل تاج لصاحبك، شارك هذا الفيديو مع صاحبك. هان في عندنا قط بيلعب فري فاير، انا من الناس اللي بيحبوا القطط كثير ولا. مستحيل، اللي مركب المقطع اسطوره، بس كيف القط قاعد بحرك اوكي قبل شوي هو كان بحرك له ايديه، بس كيف هو بحرك القط هيك ايديه لحاله؟ والله شيء رهيب. هذه بنت بتلعب فري فاير، جماعه اللي بيقولوا البنات مكانكم المطبخ، خلينا نشوف ماذا سوف تفعل هذه البنت في هذا الفيديو. هذا شو هذا اللي حطته على اصبعها؟ هذا مكياج ولا لا؟ طيب هذا كنوع من انواع البق.
والله زبطت. بس ليش متت في الاخير؟ بتوقع لازم يكونوا يعني اظافري حمر عشان تزبط على الاخر. شوفوا هذا اللاعب، هذا الشيء اللي صاير حاليا اللي انتم شايفينه قدامكم، هذا مش تليفون صغير، هذا عبارة عن تليفون، يعني كيف بدي افهمكم، هو نفس هذا التليفون ولكن شاشته يعني فقط من فوق شغالة، عرفتوا كيف؟ من تحت التليفون شاشته مضروبة. ف يا قلبي حاط سمايل بيك، حرام والله. يلعب كمان يعني، قادر يلعب اللعبة رغم كل الحواجز اللي بينه وبين فري فاير. هذا اللاعب بيلعب فري فاير برجله. حاولت انه انا ادور على صفحة اللاعب الاساسي بس ما لقيتها. حاولت انه انا اعرف قصته. بتوقع هذا الشخص، ما راح اضحك على الموضوع لانه يمكن يكون شخص عنده اعاقة في ايديه او كذا، فعشان هيك مضطر انه يلعب برجله، او يمكن يكون هو بيتمسخر هيك يعني. ولكن لعبه حلو. لعبه حلو، بيلعب، شوف بيجيب هدات وبيجيب بويا ومش ناقصه اشي الشاب. والله وين جابوا الجولة الأولى؟ شوف معهم جابوا الجولة الثانية كمان. هذا راح يجيب البويا برجله، يعني تخيل أنت تلعب ضد صديقك 1 في 1 برجلك وتجيب البويا. هذا واحد من المقاطع اللي أنا قاصد إنه أنا أحطها بهذا الفيديو. هذا الشخص هون قاعد حاط التليفون وموصل التليفون على يعني عامل التليفون تقريبا نفس البي سي، بيلعب بالماوس وبيلعب بالكيبورد. فحطيت هذا المقطع عشان أعطيكم نصيحة إنه لا تجربوا وتفكروا، في ناس كثير بتلعب بنفس هذه الطريقة، ولكن لا تجربوا هذه الطريقة في لعب فري فاير لأنه هذا الشيء ممنوع. يعني حتى البطولات، حتى إذا بتلعب بطولات ممنوع إنك تلعب بهيك بجهاز يعني في لعبة فري فاير، وهذا الشيء ممكن يسبب لك باند في اللعبة، فلازم تنتبهوا على هذا الموضوع. يعني مش يعجبك لعبة وتروح تقلده وتقول أوكي بحول تليفوني لبي سي، لا تقلدوا هذا الشيء عشان حسابك ما يروح. وهذا اللاعب كمان، هذا بيلعب فري فاير على الآيباد وموصل الدراع تبع البلاي ستيشن تقريبا أو الإكس بوكس وقاعد بيلعب فري فاير على. والله تخيلوا انا ما لعبت فري فاير قبل هيك بحياتي غير على البي سي او على التليفون. يعني هدول الناس اللي بيحترفوا اللعبه على دراع تبع بلاي ستيشن او اكس بوكس كيف اكيد بيصير لعبهم رهيب. بس لحظه عشان تعرفوا انه كلامي صحيح، لاحظوا معي انه هو قاعد بيجرب فري فاير حاليا. يمكن هو ما يكون لاعب فري فاير عشان هيك فاتح حساب جديد، بس بتوقع لا هو لاعب فري فاير لانه شوفوا الحساب اللي فاتحه حساب جديد قاعد بيجرب فيه. يمكن هو بيعرف انه هذا الشيء عليه بند. شوف لما بتحرك الدراع هيك بيتحرك معاك، بس بحس صعبة لأنه تخيل أنه مثلا أنت بدك تلف الام، خلينا نقول في واحد وراك، فراح تكون صعبة كتير يعني بهذا الجهاز. والله بينبطح وأموره تمام يعني بصراحة. وهدول اللاعبين هان بيلعبوا فري فاير على أرض الواقع. طبعا هدول انشهروا كتير في الفترة الأخيرة أيام عز فري فاير. هم بياخذوا الخريطة وبياخذوا يعني الأزرار تبع فري فاير وكذا وبيصوروا مقاطع وبيركبوها بالمونتاج وبيعملوا شغل رهيب بصراحة. يعني شوفوا البوكس، شوفوا الكلات، شوفوا الخريطة، الزون، كأنه فري فاير يعني بصراحة عن جد شيء رهيب. شوفوا اللوت، شوفوا هذه القلاية وشوفوا السنايبر. انتم ركزوا معي على السنايبر لأنه هو أهم شيء بالفيديو تبعهم هو السنايبر. هون بيلاقوا لوت كمان مرة ثانية، شوفوا أهم شيء الخوذة، الخوذة تري. نزل عندهم دروب، في عندهم دروب. شو راح يطلعوا من الدروب؟ يا ويلي على السنايبرات اللي عندهم. انا السنايبرات عباره عن مواسير ميه. حبيبي هذا الدروب انت لازم تاخذ اللوت اللي فيه وتخليه مكانه، لا ماخذه معاه البيت. شوفوا انتم الفايت الحماسي، الفايت الاسطوري، الله على فايتاتكم، كله وان طب، الله الله على الثلجك. يا اخي هنود، مونتاج هنود. ايوه خليكم كمبر، والله الكمبره حلوه. الله شال الدروب وحط، والله احلى من التلجة، احلى من التلجة، والله احلى من فكرة التلجة، والله حلو تشيل الدروب وتحطه وتاخذ كفر ورا الدروب. بش عليه بش عليه بش عليه يا شباب، بش عليه. والله هذا الفايت محمس اكثر من حلقات باب الحارة الاخيرة. بيعبي دم كمان، ايوه. بس والله في لقطات بيعملوها بالمونتاج رهيبة عن جد. دمجوا 150. ارجع خذ كفر مرة ثانية. شال هذا، شال الدروب، هذا بش عليه، بش عليه بالدروب. فنشوا كمان. صراحة استمتعت كثير بالمقاطع اللي تفرجت عليها اليوم لأنه عن جد في لاعبين من كوكب آخر. فهذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم أصدقائي. إذا أعجبكم الفيديو لا تكونوا نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين. كان معكم علي عمر، أشوفكم المقطع الجاي ومع السلامة. كلامكم ما يقلقنيش، ديما رجلها تنعيش، جيمنج يوتيوب نونو لايف، ديما الاقي ديما فري فاير علي عمر اصدر خطا.